طبعا احنا النهارده في احتفاليه من ضمن برامج وانشطه ورؤيه الدوله المصريه للسن الصغير شويه اللي هو الطلايع او النشأ. الحقيقه النهارده بنستضيف اطفال العالم او برعايه كريمه من دوله رئيس مجلس الوزراء النسخه الثانيه من استضافه شباب العالم او اطفال العالم. 23 دوله، اكثر من 400 طفل موجودين. الحقيقه دي مرتبطه كمان بانفتاح مصر على العالم، سواء العمل المتزن ما بين السن الصغير الطلايع او السن الاكبر الشباب، سواء استضافه وفود من الخارج بتيجي بتشوف التطور اللي موجود في مصر، كل البرامج اللي موجوده، بنبني انطباع وفكر ضمن دبلوماسيه الشبابيه وايضا العلاقات الثنائيه اللي نزلت بالسن لمرحله اقل. الصبح كمان النهارده احنا كنا في برنامج كبير جدا في العلاقات المصريه السودانيه في استضافه وفد شبابي 50 شاب وشابه من السودان، مع برامج طبعا كبيره جدا في الجزء المرتبط بالسياسات العامه والعلاقات الثنائيه الحميمه بين مصر والسودان. احنا بنكمل في هذه البرامج سواء لرسم سياسه الانطباع للوفود اللي بتيجي داخل مصر او الوفود الخارجيه او من مصر الى الخارج في العلاقات الثنائيه اللي بتتحدث عن مصر وايضا القوه الناعمه المصريه والتنشئه المتكامله. ودائما مصر تطلق رسائل سلام من خلال المهرجانات العديده اللي بتقيمها. اليوم احنا كوفد اردني مشاركين للمره الثانيه بهذا المهرجان، وكل الفخر بهذه المشاركه، وهذا ينعكس على اطفالنا. نتمنى انه هاي المهرجانات تكون بكل دول العالم كمان، وان نقتدي بمصر زي ما هي ام الدنيا كمان دائما. طبعا هو المهرجان حاجه جميله، ان هو لمن من كل دوله وكلنا بنرقص مع بعض ونغني وكلنا على المسرح، دي حاجه حلوه وبنتعلم كل واحد تراثه ازاي ورقصه ازاي، دي حاجه طبعا تفرحنا وتشرفنا ان احنا بنعرف حاجات عن كذا دوله في مصر. نعم، هذا المهرجان اطفال الدولي اشتركنا به للمره الثانيه منذ 3 سنوات الماضية. البرنامج يودي فرحة للأطفال ويوثق العلاقة بين الدول من أنحاء العالم.